أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تبعات وطبيعة الصراع الأمني والسياسي في الجنوب بعد تأجيل المبعوث الأممي مارتن جريفيث زيارته إلى عدن والمكلا. أجل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث زيارته إلى عدن والمكلا لأسباب أمنية ولوجستية. وقال جريفيث في بيان له إنه يعمل حاليا على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة سعيا لاستئناف العملية السياسية في اليمن. وكان تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى عدن قد أثار تساؤلات بشأن الوضع الأمني في المدينة التي شهدت اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وقوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات في وقت سابق هذا العام. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي صراع التمثيل الأمني والسياسي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن؟ وهل تتمكن الأمم المتحدة من تخفيف حدة الصراع الذي ترعاه أطراف إقليمية؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. صراع تمثيل للشارع في عدن، هذا ما يبدو عليه المشهد في ظل خلاف عميق بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إقليمياً. نتج عنه تعدد للجهات الأمنية وانتشار للأسلحة بشكل لم تعهده المدينة من قبل، بالإضافة إلى تهميش دور السلطات الحكومية على إنجاز أعمالها. وهذه أحداث متعاقبة أكدها المتابعون للمشهد في عدن خلال الفترة السابقة. وضع أمني غير مستقر وهجمات إرهابية تحدث بين الحين والآخر ورغبة إقليمية بتعميق الخلاف بين الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في عدن، وهو توجه بدت ملامحه وفقاً لمتابعين بعد تشكيل أجهزة أمنية خارج إدارة السلطات الحكومية. في جديد أحداث عدن، قالت مصادر محلية إن زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي كانت مقررة إلى عدن والمكلا تم تأجيلها، وذلك لأسباب متعلقة بطبيعة الخلاف حول برنامج الزيارة وهوية الجهات التي سيقابلها المبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن. المجلس الانتقالي وبخطوة استباقية سارع بنشر سيارات في عدد من مديريات محافظة عدن وحشد مناصريه لاستقبال المبعوث الأممي في مطار عدن ومقر استقباله في المدينة. الحكومة الشرعية وفي موقفها من الزيارة أبلغت المبعوث الأممي عدم رضاها ببرنامج الزيارة الذي يرجح أن يلتقي فيها قيادة المجلس الانتقالي، وهو أمر تحرص الحكومة الشرعية على عدم حدوثه خاصة في ظل غيابها القسري من عدن وصراعها المتفاقم مع الانتقالي. أفرز صراع الإدارة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية تداعيات كبيرة على المشهد، وهو صراع حال دون تحول عدن إلى مركز إسناد للعمليات العسكرية الرامية إلى تحرير بقية المحافظات. وعلى صعيد آخر تسبب هذا الصراع بفشل آخر في توفير الأمن، إضافة إلى تراجع الخدمات الأساسية للمواطنين من أبناء المناطق ذاتها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن، الصحفي صلاح السقلدي. أهلا بك أستاذ صلاح. مساء الخير عليكم جميعا، حياكم الله. إذن أستاذ صلاح، تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى عدن، برأيك ما هي أسباب هذا التأجيل وإعادة الجدولة كما قيل؟ نعم، كما تفضلت بالتقرير المذاع قبل قليل بأن السلطات الشرعية عبرت عن عدم رضاها عن برنامج المبعوث الدولي في عدن، وبالتالي هنا يسقط الحجة ويسقط المبرر الذي قيل بأنه كان دينيا بحتا من الغية الزواعي الأمنية، فلا أعتقد أن هذا معلن أي علاقة الله أعلمني في عدن، فالله أعلمني ليست إلى هذا الحد من الخطورة، إلى حد أن المبعوث الأممي لا يستطيع أن يعبر قرابة نصف كيلو متر، بل الموضوع أساسه هو تقويت المبعوث الأممي من الوصول إلى عدن حين يرى بنفسه الأوضاع في عدن وطابع الجنوبي المحض في أثناء زيارته، وبالتالي رئاسة الشرعية أو سلطة عبد الرب منصور وتحديدا حزب الإصلاح
استطاع للاسف الشديد ان يذبح جناح هذا التوجه الاممي، ولا اعتقد بان هذا قد ينجح في المره الثانيه المره الاخرى عندما يكرر نفس السبب ونفس المجرد. يعني انت برايك استاذ صلاح ان بامكان المبعوث الاممي التواجد في مكان لا تتواجد فيه الحكومه الشرعيه لاسباب امنيه؟ نعم بالتالي هو المبعوث الاممي لا يستطيع ان ياتي اذا كان هناك عدم رضا او رفض من السلطه الشرعيه خشيه على سلامته من هذه الجهات على الاقل. فهناك اذا لم يوجد هناك الاطراف في استقبال وفي رضا عنه من جميع الاطراف او من معظمها فلا اعتقد انه سياتي حتى وان كان لديه هذه الرغبه. فالمبعوث يتميز عن سلفه وعن سلفيه بانه يريد ان يطلع عن كسب وعن قرب وعن معرفه جيده بالاوضاع في كل الاتجاهات في صنعاء في عدن في المثلى في الرياض في ابو ظبي، فهو يريد ان يطلع على القضيه الجنوبيه من كل الجوانب والقضيه والازمه اليمنيه بشكل عام. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ صلاح. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من مسقط الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا الضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. حياكم الله دكتور. إذا تأجيل لزيارة المبعوث الأممي إلى عدن، هناك حديث من قبل مصادر أن ذلك أسباب أمنية ولوجستية، ربما حتى المبعوث الأممي تحدث على ذلك، على الرغم من أنه ذهب إلى صنعاء، يعني كان موجود في صنعاء قبل فترة على ما شهدته صنعاء وما تشهده هذه الأيام، ما الذي يعنيه ذلك؟ بسم الله. يبدو لي أن هناك تبسيط شديد لهذه المسألة ونقلها من يعني مربعاتها الجوهرية إلى مربعات ثانوية هنا وهناك. هذا الحدث في حد ذاته يفتح الباب على جملة من التساؤلات. القضية ليست قضية عدم قدرة المبعوث الأممي على الوصول إلى عدن لأسباب أمنية أو تقنية أو إدارية أو غيرها. الأمر في تقديري أنه أكبر من ذلك بكثير. كما قلت يعني هذا الحدث يفتح الباب على جملة من الأسئلة الكبرى. أول هذه الأسئلة هو شرعية الحكومة بمعنى على الأرض. هل هذه الحكومة تملك قدرة يعني أظهرت بأنها عاجزة حتى عن مجرد استقبال مبعوث أممي وتوفير الحماية له وفرض أجندته على الأرض؟ إذا هذا يفتح السؤال على الشرعية السياسية، الشرعية العملية لحكومة الرئيس آدي. ماذا يمكن لهذه الحكومة أن تقدم؟ طبعا المبعوث الأممي يجول اليمن من شماله إلى جنوبه إلى شرقه في محاولة لإيجاد حل سياسي. فإذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير يعني بيئة مناسبة أمنيا وسياسيا لاستقبال هذا المبعوث الأممي، فكيف يمكن أن تكون شريكا في الحل السياسي؟ فالسؤال الأكبر الذي تطرحه مثل هذه المنعطفات في الأزمة اليمنية هو سؤال الشرعية. ما الذي يملك الشرعية؟ وهنا أتحدث عن الشرعية العملية السياسية على الأرض وليس عن مجرد الشرعية الدستورية التي يتمتع بها هي مجمع عليها إقليميا وعالميا نظريا. هذه مسألة. المسألة الأخرى ما كان ينبغي أن يكون الموقف الأممي إزاء هذا العدد؟ هذا رجل يمثل الأمم المتحدة، يمثل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعترف اعترافا رسميا بحكومة الرئيس هادي ويعده هي الممثل يعني الشرعي للشعب اليمني في هذه المرحلة. فكيف للأمم المتحدة أن تتراجع وأن تقبل بهذه الإملاءات وهذه الإكراهات الأمنية التي يمارسها المجلس الانتقالي والحزام الأمني ويحبط بالتالي خطة الأمم المتحدة؟ كان ينبغي أن يكون هناك موقف سياسي من الأمم المتحدة تؤكد في هذه وترفض شرعية المجلس الانتقالي فضلاً عن أن يعلن المبعوث الأممي تصريح عن أنه كان على استعداد أن يلتقي ضمن الوفود التي سيلتقي بها، أنه كان يمكن أن يلتقي بالمجلس الانتقالي. أنا أتصور هذا مزيد من الإضعاف لحكومة الرئيس هادي. فكان ينبغي على الأمم المتحدة أن ترفض هذا السلوك وأن تصر على وصول مبعوثها إلى عدن تحت حماية الحكومة الشرعية
ويستقبل من قبل الحكومة الشرعية فحسب. فهذا التصرف من الأمم المتحدة فيه نوع من الإذعان يعني الضمني أو الإقرار الضمني بسيادة المجلس الانتقالي على عدن. المسألة الثالثة والأهم قادة كلها الآن المطروح هو الحل السياسي، وكما قلت المبعوث الأممي يتجول من صنعاء المكلة إلى غيرها في محاولة للالتقاء بفرقاء الصراع، وبالتالي بلورة رؤية سياسية خروج منها. الآن السؤال المطروح يعني من هو شريك الحوثيين في الحل السياسي؟ يعني الحوثيون الآن كأن لسان يقول نحن أكثر استقرارا، نحن أكثر هيمنة على الأرض التي نسيطر عليها، في حين أن الشريك الآخر لا يكاد يكون موجود، شريك ضعيف. فمن هم الشركاء الذين يمكن أن يكونوا يعني يتم استيعابهم واستصحابهم في هذا العمل أو في هذا الحل السياسي؟ إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير البيئة المناسبة لاستقبال المبعوث الأممي الذي يحمل المشروع السياسي أو الحل السياسي، فأنى لها أن تكون شريكا في هذا الحل؟ فهذه جملة من الأسئلة الكبرى تطرحها مثل هذه الأحداث وهذه المنعطفات، وما ينبغي أن تحصر المسألة في يعني بعض الاعتبارات الأمنية واللوجستية من هنا وهناك. الأمر أعمق وأكبر وأوسع طيب. من ذلك، وكما قلت دعني أنتقل. هذه الحادثة لها دلالات ودلالات كبرى. دعني أنتقل من النقطة الأخيرة التي ذكرتها دكتور عبد الله وأعود إلى الأستاذ صلاح الصقلدي. أستاذ صلاح، يعني إذا كانت يعني عدم وجود أو عدم زيارة المبعوث الأممي إذا أرجعت لأسباب الأمنية واللوجستية كما قيل، أو كانت لعدم رضا الحكومة الشرعية وخلافها مع المجلس الانتقالي كما يعني فهمت من حديثك ومن حديث آخرين، ألا ترى أن المستفيد من هذه النقطة هم الحوثيون باعتبارهم أظهروا نوعا من التماسك، استقبلوا المبعوث الأممي أيضا في صنعاء؟ نعم، فإن كان هناك ذمة استفادة للحوثيين فقد منح إياهم الشرعية على طبق من ذهب، ومنحهم نجاحا إعلاميا على الأقل مجانيا، وبالتالي فالشرعية تظهر نفسها بأنها فاشلة في الأراضي التي سيطرتها فاشلة أمنيا، بدليل أن المبعث الأممي كان في صنعاء ويتحرك بسهولة وسلاسة. هذا الأمر سينعكس على عدن وليس فقط على الشرعية أستاذ صلاح. نعم. هذا الأمر سينعكس على عدن أليس كذلك؟ نعم، هذا ينعكس على عدن، ينعكس على أن الشرعية تنفي أقوالها بنفسها بأنها الأراضي التي تستعيها أمنة ونامنة، وفي نفس الوقت تنصح، لكن هي في ذات الوقت تنغض نفسها عندما تدعو البعثات الجنوبية أن تعود إلى عدن، تقول بأن عدن غير آمنة. فأنا التناقض واضح، ولكن دعني أتجاوز النقطة الأمنية وأقول لك أن التصرف الشرعي حيال هذه النقطة ونجاحها في منع المبعث الدولي المصري العريف، فهنا يبطل أي انفتاح الشرعي على القضية الجنوبية. فأنا أتساءل بالمقابل، لماذا كل هذا الخوف من المبعث الأممي يطلع بنفسه على الأوضاع في عدن؟ لماذا تقتل الشرعية أن يستمع المبعث الأممي لكل الأطراف الجنوبية؟ إن كانت هناك وافقة بين الشعب الجنوبي يصطف خلفها كما تقول بين الجنوبيون مع الوحدة، فلماذا تخاف من وصول مبعث الأممي ويستمع إلى الكل؟ قالوا أنت تقول بأن الجميع لابد أن يكونوا شركاء بالمستقبل، فكيف ستقبل بنا هذه الشرعية على طاولة الحوار وهي ترفض أن المبعوث الأممي يجتمع مجرد اجتماع أول؟ يعني هو الحديث الآن عن الأسباب الأمنية واللوجستية جاء من المبعوث الأممي وليس من غيره، هذه حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في نهاية المطاف أيضا هناك من يطرح على أن الطرق التي يعني موضوع الشراكة هو أمر مطروح كما يقول كثيرون، لكن وفق أي شروط ووفق أي طريقة لذلك؟ هناك دوما حديث على أن الاستقواء بالسلاح هو الإشكالية هنا. أنا أتكلم عن مسائل المبعوث الأممي. المبعوث الأممي هو له مهمة استقصائية ومهمة استماع أول للأطراف كلها، فلماذا يتم استثناء الطرف الجنوبي من هذا؟
يريد ان يقصي موضوع القضيه الجنوبيه من اول خطوه للمبعوث الاممي، وهذا يؤكد تماما بان المبعوثين السابقين كانت تفشل جهودهما هي شرعيه بدليل ما حصل اليوم بالضبط. فان كانت كما تقول شرعيه بان القضيه الجنوبيه يجب ان تحل الحل العادل، فلماذا تحجبها عن المؤسسات الدينيه وعن منظمه المساعده وعن ممثلها تحديدا؟ إذا أستاذ صلاح الصقلدي الصحفي كنت معنا على الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور عبد الله، يعني هذا الصراع في التمثيل إن صح التعبير بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيا أمام الدوائر الدبلوماسية والأممية، إلى أي سيفضي في نهاية المطاف بحسب متابعتك؟ يبدو لي واضحا أن هناك مشروعا سياسيا أمنيا عسكريا يتجدر الآن في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشرقية، وبالتالي هذا الذي يحدث بين الشينة والأخرى، الاقتتال الذي حدث في يناير من هذا العام وهذه الحادثة، هذه كلها تعبيرات عن قوة هذا المشروع أو تعبيرات عن البعد السياسي لهذا المشروع، بمعنى أن المسألة اليوم هي ليست يعني قضية تكتلات عسكرية وتكتلات أمنية وقوة وبنى أمنية وعسكرية هنا وهناك، المسألة هذا كله يندرج في إطار مشروع سياسي، فينبغي أن ننظر إلى السياق في إطاره الاستراتيجي. إلى أين سيفضي هذا الصراع؟ هذا الصراع واضح أنه يفضي إلى مسألتين رئيسيتين، المسألة الأولى هي مزيد من الإضعاف والإقصاء لحكومة الرئيس هادي بحيث تتحول إلى حكومة عاجزة ليس لها من الأمر شيء، وبالتالي يتم استبعادها حتى من الحلول السياسية. هذه مسألة. المسألة الأخرى الأخطر بطبيعة الحال هي التقسيم، يعني هذا المشروع اليوم واضح تماما أنه يعد لأن يكون ورأس الحربة في عملية التقسيم، واليمن اليوم من خلال المعطيات المتوفرة كلها تشيء إلى أن موضوع التقسيم يسير قدما، والمسألة مسألة وقت، هذه كلها الآن تراكمات. فأنا أحسب أن الزمن ليس في مصلحة حكومة الرئيس هادي وليس في مصلحة الشعب اليمني بطبيعة الحال، كلما مضى يوم فإن هذا المشروع يزداد تجدرا واتساعا ومكنة على الأرض اليمنية، وبالتالي يصبح من العسير جدا استئصاله أو القضاء عليه أو حتى التعاطي معه. هذا الأمر لو حدث قبل سنتين لكان أسهل، لو حدث قبل سنة لكان أسهل، لو حدث اليوم سيكون أسهل مما لو حدث بعد من الآن. فيعني هذه المسألة ينبغي لحكومة الرئيس هادي اليوم أن لا تنظر، يعني تحتاج إلى إعادة تكييف، إلى إعادة تصور للمشهد اليمني برمته. لم تعد القضية حكومة شرعية تم إسقاطها في مقابل الحوثيين، وإنما هناك أطراف أخرى ومعطيات أخرى بدأت تدخل يعني على المشهد وفي هذا الصراع، فعلى الحكومة اليمنية وعلى الشعب اليمني تعريف الأزمة وتكييف الأزمة وبالتالي توزيع الطاقات في معادلة الصراع توزيعا يتناسب المعطيات الماثلة. نعم دكتور. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الله. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من القاهرة، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق. لأن أستاذ فتحي، المبعوث الأممي لن يتواجد في لا عدن ولا المكلا خلال هذه يعني الفترة القادمة، ربما قد يتواجد في وقت لاحق. ما الذي من الممكن أن يتغير وفقا للمعطيات برأيك ووفقا للمعلومات المتاحة لديك ويسمح لي أو يتيح للمبعوث الأممي التواجد في عدن والمكلا من جديد؟ الحقيقة أن عدم وصول المبعوث الأممي إلى عدن والمكلا هو نتيجة متوقعة لوضع أمني صعب داخل عدن خلال السنوات الماضية، والمكلا على حد سواء تحدثنا أكثر من مرة، ناشدنا أكثر من مرة، قلنا أكثر من مرة أن الوضع الأمني في عدن غير مستتب، أن الوضع الأمني في عدن غير صالح، الوضع وضع ميليشيات، وضع مؤسسات امنيه متناحره فيما بينها بينها البين. هذا الوضع ليس لن يكون مجرد طارد للمبعوث الاممي فقط، لكنه اساسا هو طارد للدوله، هو طارد للمدنيه، هو طارد لكل اسس الحياه. ثلاث سنوات في عدن
وحتى اليوم لم يتم إنجاز مؤسسة أمنية واحدة، لم يتم تفعيل قسم شرطة واحد. العالم يتابع الوضع في عدن، العالم لديه تقارير يومية تصل عن الوضع في عدن، العالم لا يدير ظهره لعدن. من يظن أن العالم لا يعلم بما يدور في عدن فهو جاهل، من يظن أن العالم لا يعلم بحجم الانتهاكات الدائرة في عدن وحجم الفوضى فهو جاهل. للأسف شديد نحن كنا نتحدث وكنا نقول بأن الوضع في عدن غير جيد، غير صالح لبناء الدولة، غير منطقي. الوضع يا جماعة يعني مخجل، وللأسف شديد كانت انتقاداتنا تصور على أنها محاولة للنيل من الأمن ومحاولة للنيل من المؤسسات القائمة في عدن. للأسف شديد لم يكن هناك تعاطي حقيقي مع الوضع في عدن، للأسف شديد أقولها بكل أسف. وفي الأخير وصلت الناس إلى هذه النتيجة السيئة، هذه النتيجة المأساوية، أن مبعوث الأمم المتحدة يأمن على نفسه في صنعاء ولا يستطيع أن يأمن على نفسه في عدن. هذه نتيجة متوقعة، لم يكن هناك أي نتيجة متوقعة خلاف ذلك. من يعمل بعبث في عدن، من يستغل الفوضى، من يؤسس ميليشيات مناطقية، من يؤسس لقوات أمنية مختلفة ومتعددة، لن يجني إلا هذا الخسران. نعم. المبين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ فتحي. أعود إلى الدكتور عبد الله غيلاني بسؤال أخير. دكتور عبد الله، هناك كثير من يعني التقارير أو الدراسات لمعاهد أبحاث أوروبية حتى تتحدث عن ضرورة الحديث والتعرف على ما الذي يريده المجلس الانتقالي بشكل أكبر، وربما الحوار معه وإشراكه في العملية وفي أي حوار سياسي قادم. إلى أي مدى ترى أهمية ذلك بالنظر لما يجري على الأرض في هذه الأيام؟ أخي، أنا لا أنكر أن هناك قضية جنوبية، أن هناك مطالب مشروعة للحراك الجنوبي، ليس هذا موضوع البحث. نعم، الجنوبيون ربما ظلموا وهمشوا ويعني فقدوا كثيرا من حقوقهم سواء قبل الوحدة أو أثناء الوحدة، هذا صحيح. فهناك حقوق ومطالب مشروعة يعني الكتلة الشعبية اليمنية في الجنوب، ولكن هذا شيء، وأن يتم التمرد على الحكومة الشرعية بالسلاح وإسقاطها وإخراجها وإحراجها والحيلولة بينها وبين أن تمارس عملها و يعني أدوارها الدستورية في عدن وفي غيرها، هذا أمر آخر الذي نستنكره وندينه. أن تقوم مجموعة بحمل السلاح وسطوا على السلطة، وأن تحل محلها محل السلطة، وأن تدعو إلى الانفصال، وأن تهمش الحكومة الشرعية، هذا أمر لا تقبله أي حكومة ولا يقبله أي شعب. فالماخذ هنا ليس على المطالب المشروعة لي يعني الحراك الجنوبي أو تلك الكتلة البشرية من الجنوبيين التي تطالب بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية في اليمن الموحد، لا ضير في ذلك ولا تثريب عليهم في ذلك، ولكن المأخذ هنا هو أن تحمل مجموعة سلاح وتكون مدعومة دعما خارجيا من أجل أن تفتت اليمن وأن تمزق اليمن وأن تسير اليمن نحو التقسيم. هذا هو المأخذ، بل الجميع يتفهم هذه المطالب. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل هذه اللحظة اليوم هي اللحظة المناسبة لطرح الحقوق المناطقية والجهوية؟ اليوم اليمن أمام استحقاق أكبر، هناك حكومة شرعية قد تم إسقاطها، هناك سلطة قد تم السطو عليها بليل، هناك مشروع يعني طائفي يتجذر ويتسع اليوم في يعني الفضاءات اليمنية من شماله إلى جنوبه إلى شرقه. الأولوية اليوم هي لهذا، هي لإسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية، ثم بعد ذلك اليمنيون من كل الأطياف ومن كل الألوان ومن كل الاتجاهات ليسووا هذه المسائل الداخلية بينهم. أشكرك دكتور عبد الله غيلاني الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا على تواجدك في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ فتحي، يعني بالنظر إلى الأوضاع في عدن بعد خروج الحكومة الشرعية أو عدم تواجد رئيس الحكومة وكثير من الوزراء فيها، هل هناك انفراج على مستوى الخدمات؟ هل هناك تحسن أمني؟ كيف هي الأوضاع عموما في المحافظات إذا ما كانت الإشكالية كما كانوا يقال هي في الحكومة؟ الحقيقة أن مدينة عدن لا تعيش ظروف طبيعية منذ انتهاء الحرب، هذا أمر
مفرغ منه، لكن للأمانة كانت عدن تشهد بعض الاستقرار فيما يخص الخدمات، بعض الاستقرار الأمني حتى اندلعت المشكلة بين الانتقالي والحكومة الشرعية. هم يقولون أن الحكومة فاسدة وأنهم تمكنوا من طردها، وإحنا قلنا لهم ألف مرة لأنه ماذا بعد طرد الحكومة؟ هل لديكم البديل لطرد الحكومة؟ للأسف الشديد أثبت 3 أشهر منذ طرد الحكومة أن الانتقالي لا يملك البديل الحقيقي لعدن، ولم يتمكن فعلا من إدارة المدينة ولا توفير الخدمات والفوضى تسود المدينة. وهل أثبتت خطوة مارتن، يعني وهل أثبت تأجيل مارتن جريفث لهذه الزيارة هذا الأمر أو ما تفضلت بقوله الآن؟ بالتأكيد تأجيل المبعوث المتحدة زيارته إلى عدن هو دليل واضح أن الرجل لن يذهب إلى مدينة لا يحكمها أحد. هذا مبعوث الأمم المتحدة هو يجب أن يتوجه إلى مدينة تحكم من قبل طرف عدن، اليوم لا يحكمها عدن، لا أمن لا أمان لا خدمات، والصيف القادم للأسف الشديد قادم وستكون معه الظروف مأساوية وصعبة. قلنا أكثر من مرة أن طرد الحكومة دون ما بديل، دون ما مواجهة للخدمات ليس حلا، لكن للأسف الشديد هم ذهبوا وطرد الحكومة، واليوم المدينة لا محافظ، لا رئاسة وزراء، لا وزراء، لا خدمات ولا أمن ولا أي صلاحيات. إذن نحن كنا أمام خطوة عبثية لا أكثر ولا أقل، لا رؤية مستقبلية لديهم ولا لديهم أي منطق حقيقي يواجهون به الناس. إذن من تضرر من هذه الخطوة؟ التضرر هو المواطن البسيط، تضررت قطاعة الكهرباء والمياه والخدمات. للأسف شديد وضع عدن مأساوي، وهو يحتاج إلى تسوية سياسة من كل الأطراف، وهذا للأسف شديد لا أعتقد أنه متوفر خلال الفترة القادمة. فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا على الهاتف من القاهرة، شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل محمد عبد المغني وجميع أفراد طاقم الفني للبرنامج، في أمان الله.